جربوا جربوا، اجمعوا واسمعوا، هنحكي نقول كان يا مكان أحلى حكاية عن جزيرة موجودة في أبعد مكان. فيها بنكبر ونتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا. فيها من الكائنات كتير، فيها برضو بحر كبير، فيها ثعلب وغزالة، فيها أفيال وكمان حمار. فيها بنكبر وبنتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا. أحلى حاجة في جزيرتنا، حبي بيخليها بيتنا، نقبل بعض وإيد في إيد، مصر توبيا الكل سعيد. فيها بنكبر وبنتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا. فيلو حبيبي، انت احسن واحد بيعمل عصير في الجزيرة كلها. انا مفيش حاجة معرفهاش. ايه ده؟ مين نغماه؟ ايه البتاع ده؟ غريب قوي. تفتكر ده ايه؟ انت مش بتعرف كل حاجة؟ ايوه فعلا انا بفهم في كل حاجة. البتاع ده يطلع ايه البتاع ده؟ شجرة سنديان مقطوعة من 3 أيام. زهرة تيوليب بيضة من المزرعة الشمالية في الجزيرة، مقطوفة النهاردة الصبح. ثانية واحدة، ووقعت على الأرض وانتوا جايبينها. ايه ده؟ هاو؟ ايه اللي جرالك؟ انا بريئة، ما عملتش حاجة. انت اللي مسكت الطوبة دي بايدك وخدرت هاو عشان تلعبي في نتائج المسابقة. تأمر صريح وكلنا شاهدين. لا لا ابدا ما حصلش، انا اصلا ما اعرفش البتاع ده جه منين. انا اللي جبت الجسم ده. الحقيقة هو وقع عليا وانا عندي البحيرة وخضني وشكيت فيه، بس انا كنت عايز اعرف ايه هو علشان اوصل للي حدفه عليا. وليه حطيته هنا؟ مش كان احسن تقولنا بدل ما تأذي هاو؟ ما كنتش اعرف انه مؤذي، ثم انا شميته وما حصلش اي حاجه، وبعدين قالوا هيطلعي تلاقي حجر من البركان. ده مش حجر من البركان، طالما وقع من السماء عند البركه يبقى عمالقه الفضاء رموه علينا عشان مش راضيين عن استخدامنا السيء للميه، والبحيره هتجف لو ما بطلناش نلوث الميه. الحجر ده بيلمع، في من مكوناته ذهب، دي هدية من الفضاء لينا علشان الجزيرة دي عليها أجمل كائنات اللي هي إحنا طبعا. أنا شايف إنكم كلكم تسكتوا وبطلوا فاتي. هاو بيفوق أهو وهيقول لنا إيه البتاع ده.